الآن لنا نحن المسلمين 1,000,000,000 مسلم مشتت ومبعثر ومحارب، سواء من قبل أنفسهم أو من قبل السلطات الغربية والشرقية. والسجون ممتلئة بالشباب من البنين والبنات في كل بلاد الإسلام، في مصر، في سوريا، في العراق، في أفغان، في الخليج، في أندونيسيا، أينما ذهبت. اقتصادنا متدهور. الآن أنتوا القاعدين هنا قطعا كل واحد منكم لا يجد بمقدار عيشة متوسط، بينما حسب الإحصاء أن الغربيين ينهبون من ثرواتنا، يعني أن النفط قيمته كذا يعطون قيمته أقل، هذا النهب، حيث احنا مجبورين نبيع لهم، يعني البلاد الإسلامية. فالغرب والشرق يشتتون الشباب، النساء، الرجال، يحاربون، يهتكون أعراضنا، يسحقون ديننا. على نروح في أي بلد الإسلام، في العراق روح، في مصر روح، في سوريا روح، في باكستان روح، في بنغلاديش روح، كل مكان خمر وقمار وزنا، يعني هاتك للقوانين الإسلامية. إراقة دماءنا، هاتك شبابنا وشاباتنا، ملء السجون بهم، التعذيب، نهب الثروات، التأخر، بينما هم يصنعون الأقمار الصناعية والتي تصل إلى مريخ وزحل وقمر، ونحن لا نصنع حتى الإبر، وحتى إذا صنعناها كمنتاج على الاصطلاح الإيراني، يعني المعامل منهم، المواد منهم، كل شيء منهم، بس احنا نركب. هذا هو. فهذا التأخر لألف مليون مسلم، مو يعني واحد، اثنين، عشرة، عشرين، مية، مليون، خمس ملايين، عشرة، 1,000,000,000. هذا ما هو العلاج؟ العلاج انت. لكن إذا مشيتم في الطريق